السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أقليم كردستان من العراق لكم جميعا. السلام عليكم، مش سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم، مش سامعك.
الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعتقد في مشكلة في المايك. هو في صوت ولا أنا اللي عندي مشكلة؟ لا، ما فيش صوت فعلا. طب هو باشمهندس عنان ابتدى أصلا ولا لسه ولا إيه؟ أنا مش شايف حاجة ابتدت، أنا فاتح بقالي حوالي 5 دقايق بس ما فيش حد ابتدى حاجة لسه. وانا كمان فاتحه 8 بالظبط، فهو واضح ان هو لسه ما دخلش اصلا. أعتقد كده. اوكي. لا لا، هو موجود معانا بس في مشكلة في الصوت. اوكي تمام. اوكي يعني احنا تمام. تمام، مفيش أي مشكلة خالص. طيب شكرا ليكم. هلو هلو السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يكرمك يا استاذ. الصورة واضحة والصوت؟ واضح. طيب يعني نبتدي من دلوقتي ولا في حاجة تانية؟ لا لا، نقدر نبدأ، مفيش مشكلة. انا شغال من الاثنين، من الكمبيوتر ومن من الموبايل. تمام. الحساب اللي هو على الكمبيوتر ايه عشان اخليكو هوست بحيث تقدر تعمل شير؟ هو نفس الحكايه اللي هو اورينتال اركتكت، نفس الايميل يعني. تمام.
انا بدور عليه هو عشان اخد الكورس. نبتدي ولا؟ نقدر نبدأ ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا بنتكلم على التجربه اللي انا عملتها في سنه 93، كانت البدايه سنه 93، على اساس ان الواحد يستخدم مواد طبيعيه في البناء ومن غير ما نستعمل خرسانه مسلحه، وفي نفس الوقت نقدر نستفيد من العائد الاستثماري للبيت، بحيث تقدر المواد الطبيعية تقدر تستمر معانا لفترات طويلة، ويقدر صاحب البيت يستفيد من البيت مش مجرد 50 سنة ولا حتى 100 سنة والبيت نفسه بيقع ويشرخ ويحصل له مشاكل، خاصة في المنطقة اللي هي الموجودة في شرق السعودية، اللي هي منطقة رطبة جدا جدا، في نفس الوقت درجة الحرارة مرتفعة يعني، فالحديد هناك ما كانش بيقدر يستحمل. فقابلت واحد صاحب بيت وكده كان عايز يعمل البيت، فكان بيسألني يعني هل في إمكانية إن احنا نعمل نوع تاني من الإنشاءات وكده، فقلت له طبعا ممكن نستخدم المواد الطبيعية، وهي دي اللي بتقدر بتخلي البيت يصمد يعني قدام العوامل الجوية السيئة، وفي نفس الوقت يقدر البيت يتحمل. وقال لي ممكن نقدر نلبي كل طلبات الحياة فيها، قلت له طبعا يعني نقدر يلبي كل الرغبات، كل الطلبات، لكن من حيث المساحات الواسعة، ومن حيث في وجود مثلا حمام سباحة داخلي وحاجات كده، بحيث تبقى الخصوصية متوفرة للناس الساكنين فيها يعني. فبدأت تقريبا سنة 93 في التصميم في مدينة القطيف، كان الموقع الأرض كان في مدينة القطيف، كانت الأرض حوالي 600 متر، فعملت فيها التصميم وبدأنا التنفيذ سنة 4 أو 93 يعني، في أواخر 93. كانت طبعا المشكلة هناك، كانت هناك على البحر على طول، فكانت المشاكل يعني في التنفيذ وكده يعني. فطبعا قعدنا قبل نبحث على أفضل المواد، وكانت متاحة وتبقى أسعارها مناسبة، فكان هو لقينا الطوب هناك، الطوب الأحمر كنا بنجيبه من الرياض، من مصانع الرياض يعني، مصانع في الرياض، ويوصل لحد المنطقة الشرقية، ده كان أنسب مادة يعني. طبعا الطوب هناك بيتحمل يعني ضغط كبير جدا، حوالي يمكن 175 على سنتيمتر مربع، فأقدر أحمل منه، بيكون سمك الجدار صغير وأطلع منه أدوار متعددة يعني. فكانت التجربة بصراحة متميزة جدا وفريدة، لأن هو كان أول حد نقدر نشتغل بيه بالطوب يعني، أدوار متكررة، وفي نفس الوقت يديني مساحات كبيرة، وأعمل يعني مساحات كبيرة، وأعمل فيه ديكورات وزخارف أثناء البناء يعني، وفي نفس الوقت أنا أعمل فيه ليفلز داخل البيت وحديقة داخلية يعني، أعمل فيه كل متطلبات أو القيم الجمالية حتى للعمارة الشرقية أو العمارة العربية يعني، وفي نفس الوقت يتمتع بالخصوصية وكده يعني. فالحمد لله يعني بدأنا فيها التجربة. طبعا كانت التجربة كانت صعبة جدا، لأن ما كانش بالنسبة للبنائين والعمال، دي كانت مشكلة صعبة جدا، وخاصة يعني في السعودية لازم يكون في تأشيرات وتحضير سكن عمال يعني، موضوع كان صعب جدا يعني، لكن الحمد لله بتوفيق من ربنا يعني ابتدينا ان احنا نرتب، نعمل الترتيبات دي كلها، وننزل نقدر نبتدي في العمل يعني، على بداية نهاية 93 او 94 يعني. وطبعا اول ما ابتدينا كانت كل الناس كانت يعني مستغربه من الشكل، او احنا ازاي احنا بنشتغل من غير اعمده، وبنطلع ادوار حتى السلالم وحتى كل حاجه في البيت من غير خرسانه ومن غير اعمده ومن غير اسقف خرسانيه، وفي نفس الوقت في زخارف جميله جدا نقدر نعمل ديكورات اثناء البناء كمان، فدي بتوفر كمان اعمال للديكورات.
اللي هو داخل البيت، فبالتالي كانت تجربة يعني متميزة جدا يعني، وكنا مسردين فيها احنا في المنطقة الشرقية. طبعا بعد ما خلصنا البيت حوالي سنة 95 كان في إقبال كبير جدا، أنا نفسي فوجئت بيه من الناس كتيرة جم شافوا البيت وعجبهم جدا. فبدل ما كان مجرد يعني بيت واحد، كان ابتدى يعني مع نهاية 98 كان في حوالي 6 بيوت في نفس المنطقة الشرقية، من أول القطيف، وفي حد في بلد تاني اسمها سيهات جنبها، وفي الزهران برضك عملنا بيت هناك. فكانت الناس كانت معجبة جدا جدا بالشغل فيه يعني، وكانت مقبلة عليه جدا يعني. في خلال مثلا 5 أو 6 سنين أو ابتدينا نعمل حوالي 6 بيوت أو 7 بيوت تصميما وتمييزا. طبعا ده كان مجهود كبير جدا يعني، في خلال كان بيت اللي احنا كنت ابتدي فيه كتصميم وتنفيذ يعني. لكن الحمد لله توفيق من عند ربنا يعني، ابتدينا نشتغل فيه وكده باذن الله، والحمد لله ربنا كرمنا وكده. وبعدين كده ابتدت بقى مرحله التشطيبات. مرحله التشطيبات دي بتبقى عاديه جدا جدا يعني، وكشغل عادي، بس بتبقى فيه حاجات بسيطه جدا الواحد لازم يراعيها في اثناء العمل اللي هو في التشطيبات، سواء بالنسبه للكهرباء او بالنسبه للميه او بالنسبه لاي توصيلات هو محتاجها يعني. لازم يكون في حاجات ملاحظات بسيطه جدا لازم يعملوا منها ازاي، لكن هو كل شغل بعد كده بيتم عادي جدا، سواء الكهرباء او تغذيه الميه او الصرف او الحاجات دي كلها يعني. فطبعا هي كانت تجربه، كانت الحقيقه يعني كانت متميزة جدا، وكانت يعني عطت تميز خالص للبيوت اللي هناك أو للعمارة الشرقية بصفة عامة، لأن أنا كنت حابب بصراحة أبعد عن العمارة التجارية اللي هي مش مجرد إن أنا أبني بيت وخلاص. أنا لازم أبقى فيه قيم جمالية ومعمارية يعني بتتضمن يعني البيت نفسه، مش مجرد ان انا اعمل بيت وخلاص وامشي وخلاص واشوف بيت تاني وثالث وعاشر. لا، الفكره ما كانتش كده يعني، الفكره ازاي ان انا اعمل بيت متميز في شكله وفي العوامل اللي يتحمل العوامل الجويه، وفي نفس الوقت يقدر صاحب البيت يستثمر بيت، مش فرط بيته بعد سنه حتى لو 50 سنه او 60 سنه. طبعا هناك عشان زي ما قلت العمل هو سيئة جدا، بينهار الحديد وكده، والصدى عالية جدا هناك. فاستخدمت كل طبعا الأفكار بتاعت اللي هي موجودة في العمارة الشرقية، اللي هو سواء اللي موجودة في الخليج أو موجودة في مثلا في إيران وباكستان أو العراق أو المنطقة نفسها يعني، بحيث إن أنا أعمل أفنية داخلية وفي ملاءة في الهواء اللي هم بيسموها البداجير. البداجير ده بياخد الهواء من 4 اتجاهات عشان يلطف درجة الحرارة. طبعا احنا كان عملنا دراسة كمان عشان لو حبينا نعمل تكييف وكده، حوالي التكييف احمال التكييف نزلت حوالي 40%. يعني انا لو بعمل البيت بيتحمل تكييف مثلا 20 طن، فانا بشيل منهم حوالي 8 طن يعني كتكييف. ثاني حاجة فاتورة الكهرباء بتكون متميزة جدا، بتكون ممتازة جدا الكهرباء. صاحب البيت يعني من حوالي من سنة قال لي إن هي بتقل معاه يمكن حوالي 60% يعني عن البيوت العادية، بالرغم إن المساحة حوالي الدور الواحد 360 متر يعني، فعلى الدورين بيبقى حوالي مع القبو أو البيسمنت أو البدروم بتكون حوالي 1000 متر يعني، فبيدفع حوالي بتقل معاه حوالي 60% في فاتورة الكهرباء. كل ده نتيجة سمك الجدران والتهوية الطبيعية، بالإضافة إلى أشكال اللي هي الأسقف اللي هي القباب أو الفولت أو كروز فولت يعني، اللي هو القاب أو تقاطع اللي هو القابوين. كل ده بيأثر كتير جدا جدا في استهلاك الكهرباء يعني، فبالتالي بتكون مفيدة جدا يعني. زي ما كنت قلت إنها بتبقى استثمار ناجح جدا لصاحب البيت يعني، ويقعد معاه إلى ما شاء الله طبعا. وزي ما قلت انا بشتغل يعني بستغل كل
الافكار اللي هي الحاجات اللي كانت موجوده في العماره الشرعيه من مشربيات وافنيه داخليه وتهويه وحاجات كثيره جدا، والمدخل المنكسر عشان يصيح الخصوصيه للبيت، وحركه الضيوف لحد حد معين وبتنتهي بعد كده تبقى حركه اهل البيت نفسهم جوه منفصله تماما عن حركه الضيوف. يعني المواضيع ديت كلها اخذتها في حسابي اثناء التصميم واثناء التنفيذ. طبعا التنفيذ بيبقى متعب جدا لان هو بحتاج اعمل تفصيليه لكل جزء من البيت، لكل حيطه لازم اعمل تفصيليه كشوب دروينج، يعني بحيث انزل البن ينفذها في الطبيعه، لان الموضوع مش زي الخرسانه مجرد ان انا حد نجار ولا حد عنده خبره ينفذ وبس، لا دي لازم يكون متابعه يوميه للعمال، لان كل حيطه زي ما انا بقول ليها شكل تاني وليها شكل الديكورات بتاعتها والزخارف بتاعتها، وعشان بتبقى كل غرفه سقفها او الديكور بتاعها متميز عن الغرفه اللي قبليها او اللي بعديها، يعني مش كل سقف الغرف مش زي الخرسانه مختلفه تماما، يعني كل سقف غرفه منفصل كله ليه ديكورات منفصله وشكله منفصل تماما عن الغرفه اللي بعديه او اللي قبليه، فبالتالي بيعمل عنصر تشويق داخل البيت يعني او الساكن فيه، لان بيستمتع جدا بالبيت مش مجرد ان هو سكن ينام فيه وخلاص، لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع كنا لازم نحاول نرجع الجمال شويه او السكون والهدوء للبيت نفسه، مش مجرد ان احنا بتاع دوت مثلا ادخل على صاله المعيشه اكشف كل البيت واعرف راس نهايه البيت اول واخره فين، يعني ده لا منفصل، كل ما امشي خطوه في البيت الاقي عنصر تاني بيظهر لي، مره سواء افنيه مفتوحه سواء بركه سباحه او حمام سباحه، سواء ان انا في ليفل طالع او في ليفل نازل، يعني قصدي بيبقى عنصر التشويق مهمه جدا جدا في البيوت دي، عشان كده كانت ناجحه جدا الحمد لله، يعني بفضل ربنا كان ناجح جدا الموضوع دوت، كان هناك في خاصه في السعوديه يعني، وبتاع لما رجعت هنا طبعا في مصر عملت حوالي يعني كان جزء من شالات من قريه سياحيه كانت في مدينه الاسماعيليه على قناه مباشره، بالاضافه للفيلا لصاحب الشركه اللي انا كنت بعمله اللي هي قريه سياحيه في مدينه فايد، برضه كان على مستويين دور ارضي ودور اول بتطل على قناه السويس مباشره، فكانت برضه كانت متميزه جدا في شغلها وفي كل حاجه. اخر شغل او انا اخر شغل عملته كان انتهى يعني الحمد لله فضل من ربنا 2017، كانت عباره عن قصر كبير على مساحه ارض 1300 متر في برج نفس العناصر بس عناصر كتيره، بالاضافه لحمام السباحه والفنادق المفتوح اساسي، يعني الحاجات دي كلها اساسيه يعني، بس مساحه الغرف طبعا اكبر اكبر، وكلها طبعا من غير اعمده ومن غير خرسانه ومن غير اسقف خرسانين نهائي يعني على الدورين يعني، فالحمد لله كان فضل ربنا يعني، كانت طبعا ابتدى اعمال تنتشر هناك، وحتى في المجلات المعمليه والجرايد زي جريده الشرق الاوسط وجريده الجزيره ينزلوا مقالات يصوروا البيوت، اللي كانت بالنسبه لهم حاجه غريبه جدا ازاي يعني وسط الخرسانات او غابات الخرسانه اللي موجوده هناك في الخليج او في السعوديه، ومع حاجات بقمه التكنولوجيا احنا بنعمل بيوت لسه البنا بتتعمل بيوت هاند ميد يعني كلها بالطوب ومن غير ما نستعمل لا خرسانه ولا حديد ولا اي حاجه، كانت كلها عباره عن حرف يدويه الحمد لله قدرت اطورها مع جميع الجنسيات، يعني حتى الأبوب والحاجات دي الناس كتير اشتغلوا فيها، يعني من اول الهنود والباكستانيين وحتى الفلبينيين يعني ابتدوا يشتغلوا فيها كعمال، ابتدوا ادربهم واعلمهم ازاي يبتدوا يعملوا الحاجات دي، والحمد لله ابتدى يظهر الشغل بمستوى رائع، والحمد لله ربنا اكرمني طبعا في بجائزتين، يعني جائزه من منظمه العواصم والمدن الاسلاميه سنه 2001، وفي جائزه من جامعه الدول العربيه للاعمال البيئيه، كنت انا برضك واخد الجائزه الثانيه بعد شركه اوراسكوم على طول،
بخصوص برضك اللي هي التطبيقات البيئية في البونة وكده يعني. فالحمد لله كان الجنزتين دولت يعني كانوا مؤثرين جدا طبعا بالنسبة لي كنتيجة أعمال الواحد عملها الحمد لله يعني. وترشح يمكن شغلة اترشح يمكن مرتين ثلاثة في الأغاخان، آخرها كان 2006. فالحمد لله يعني ابتدى شغل يظهر وابتدى الناس تسمع عنه يعني وينتشر أكتر وأكتر يعني. بس هو يعني هي في نفسها كانت التجربة كانت متميزة جدا، والواحد صراحة أنا اتعلمت كل اللي فيه ده من الحاجات الموجودة يعني. أنا ما جبتش حاجة من بره، أو جبت حاجة أو أنا كل بس اللي أنا أخدته اللي هو الموجود عندنا في الفلل والمساكن والحاجات دي كلها والقصور، وطورت منه بحيث يبقى حاجات تلائم العصر الحديث يعني، بحيث مش مجرد إن أنا بعمل فيلا وخلاص أو كده وبنفس الطراز القديم. لا لا، الفكرة مش كده خالص، الفكرة إن أنا إزاي أعمل مباني بتحمل الفكر والقيم الجمالية اللي هي القديمة، لكن في نفس الوقت متطورة وتقدر تعيش معايا لمئات السنين. لأن الطوب طبعا ميزته إن هو ممكن تقدر يعيش الطوب معاك لمئات السنين وما يتأثرش بحاجة، لأن إحنا بس هي كل المواد المبنية منها البيت كلها الطوب والأسمنت والرمل فقط لا غير، فقط لا غير يعني، ما عندناش أي حاجة تانية يعني. لأن ميزة الطوب زي ما قلت بيتحمل العوامل الجوية اللي هي الصعبة، زي معمول حتى منها اللي احنا بنشوف القناطر الخيرية عندنا في مصر، القناطر دي كلها معمولة من الطوب وسط النيل يعني، والمية بتجري من حواليها يعني، فهم في الحد في نفس الوقت لسه عايشة يعني. فبيتحمل، ومباني رشيد طبعا نفس الحكاية بيتحمل يعني الحمد لله سنين طويلة جدا جدا، مش مجرد بيت وينهار بعد كام سنة يعني. فدي كانت الميزة الأساسية فيه. وفي نفس الوقت ان انا طورت من الحاجات دي، ان انا اعمل دور تاني وتالت، كل ده من الطوب بطريقه معينه يعني في الانشاءات، بطريقه معينه في الانشاءات، بحيث ان انا عندنا يكون متوفر اللي هو الخصوصيه بتاعت البيت، وفي نفس الوقت الحركه سهله داخل البيت للساكنين نفسهم يعني. لكن حركة الضيوف زي ما قلت كانت بتقف عند منطقة معينة وبتنتهي على كده. فالحمد لله طبعا دي كانت انا بالنسبة لي كانت تجربة يعني متفردة، ان ما حدش ابتدى يعمل دورين وثلاثة وأربعة بمساحات كبيرة كده، على مساحات كبيرة دي كنت انا كانت اول مرة كان حد يعملها يعني بالطوب الأحمر. ان هو كانت التجربة نفسها ان انا اعمل دورين وثلاثة حتى أربع أدوار من الطوب، وفي نفس الوقت الأسقف بتاعتها زي ما أنا قلت عبارة عن قباب أو فولت، أو يعني قبو أو قبوين أو تقاطع أبوين، أو في نفس الوقت بعمل زخارف والديكورات على السقف نفسه وعلى الجدران نفسها يعني. فهي دي كانت خلاصة التجربة يعني الحمد لله لحد سنة 2017. وحاليا لو في أي استفسار يعني أنا حاضر عليه يعني. لو في أسئلة يعني. السلام عليكم باشمهندس علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بحيي حضرتك على المحاضرة القيمة دي. في أسئلة عندنا، هنبدأ الأول بالمداخلات. باشمهندس أسيل اتفضلي. السلام عليكم. صوت واضح؟ صوت واضح، أنا سامعك. أي أهلا مهندس، يعطيك العافية. أنا قاعدة أتابع أعمالك، ما شاء الله وايد مميزة، وكنت حتى بعت لك مسج ورديت عليه يعني، يعطيك العافية. احنا كان سؤالي عن الكويت ومدى إمكانية عمله يعني، وجود حاليا يعني مشاكل في نقص العمالة، على نقص المواد، فشنو إمكانية ان نفس الفكرة نطبقها في الكويت؟ والله الكويت كان انا سنة 97 كان فيه برضه فكرة عند واحد من الكويت وكده، كان شغال
شركة البترول يعني هناك في الكويت، ورحت زرت البيت وعنده وكده والسكن وقطعة الأرض وكده. بس كانت هي المشكلة زي ما أنت قلت حاليا، إن هو الطوب مش متوفر كتير قوي في الكويت. طبعا الطوب الأحمر فخاري مش متوفر في الكويت، فكان لازم يجيبه من السعودية. طبعا ده بيعمل مشكلة وتكاليف عالية شوية. فده اللي كانت الصعوبة التانية موضوع العمالة. يعني زي في السعودية كده لازم تأشيرات ولازم سكن، يعني كانت محتاجة موضوع يعني ياخد إجراءات طويلة شوية يعني. فهو ده للأسف، هو ده اللي كان الصعب شوية في الكويت يعني. فمعرفش هل دلوقتي الوضع اتغير ولا ما اتغيرش. الكلام ده يعني يمكن أكثر من 20 سنة ولا حاجة، فمعرفش الوضع اتغير حاليا ولا لا يعني. هو القصد ان العمالة هل هي في عندها قدرة؟ والله انا من خلال تجربتي العماله، لو واحد اي بنا كويس، هو بنا طوب محترف يعني، بغض النظر عن جنسيته ايه، ممكن يعملها. لكن موضوع نيجي على القباب والحاجات دي، صعب، محتاج يعني تدريب كتير، محتاج حد يدربه كتير ويبقى حد معاه يعني اعمل كذا وما تعملش كذا لحد ما يتعود عليها ويبتدي ينفذها. وممكن ينجح ممكن ما ينجحش. العماله اللي كانت معايا هي كانت بتشتغل من 20 سنه، في منهم واحد او اثنين بس موجودين في السعوديه حاليا، طبعا كبروا في السن وكده، ف دولت ممكن يجوا يعني. في نفس الوقت ممكن في عمال طبعا واحد ممكن يجيبهم من مصر، طبعا هم في مصر بيشتغلوا القضاب والحاجات دي بطريقه ثانيه باسلوب ثاني، بس مع التدريب ممكن يعملوها بطريقه كويسه، لان في مصر بيعملوا القبه بحيث ما تتحملش دور تاني او تالت يعني. انا الطريقه بتاعتي لا، لازم يعني ممكن بطريقه، ما طريقه البناء طريقه معينه تتحمل دور تاني وتالت. زي مهندس، أنا حبيت أسأل في بعض الأشياء التقنيات هي موجودة يعني في بيوت الخليجية القديمة، يستخدمون بعض مثل ما تقول هي مش مراوح بس طريقة معينة على أساس تهوية البيت، يصعد الهواء الحار لأعلى. فهذه التقنيات هم بعد تصلح مع الفكرة اللي أنت تقصدها؟ ايوه، ما هو ده اللي انا عملته بالظبط في البيوت. حاجه اسمها اللي هي البداجير. البداجير ده بياخد الهواء من اربع اتجاهات وبس، لازم يكون مفتوح معاه عشان يعمل تيار الهواء يعني، عشان الرطوبه محتاجه تيار هواء كبير جدا يعني، مش محتاجه تبريد لا يعني. مثلا في الرياض والحاجات دي الجو جاف، فمش مهم يكون تيار الهواء شديد يعني. لكن في الخليج لازم، عشان احس بالبروده، لازم يكون في اعمل تيار هواء. تيار الهواء ده لازم تكون مفتوح بتجير، وفي نفس الوقت عندي خناء مفتوح عشان ياخد منه الهواء البارد الموجود في الحوش ويطلعه تاني ويدخل الهواء السخن وهكذا يعني، سيركوليشن يعني، يتعامل سيركوليشن. سركيش، لأن هذا القصد، إن إحنا يعني إحنا عندنا نية نبني بيت وعاوزين فكرة الحوش اللي هي الكون داخلي داخل البيت. بالظبط فكل بيت طبعا إحنا هني في الكويت ما حد قاعد يعملها بسبب الحرارة الشديدة، عندنا حرارة شديدة كبيرة. مطلع. بس مع قاعد زي في المنطقه الشرقيه بالظبط يعني، زي الدمام وكده، نفس درجه الحراره، بس الكويت اشد طبعا يعني. اي، احنا جونا عادة جاف وحار، يعني بالصيف نوصل 50 فوق ال50 يعني. صحيح صحيح صحيح. ان احنا نعمل يعني بعض هذا التكنيك القديم ممكن يساعدنا يعني، والداخل يكون فيه تكييف يعني. هذه كانت الفكرة، فما ادري هل هذه تمشي، ان يكون في حوش بالطريقة في عمل تيارات مثل ما انت تقول يعني. بالظبط كده. وفي ممكن يبقى في اللي هو التكييف سبليت عادي يعني، احمال بسيطه جدا، مثلا بالكثير 3 طن ولا حاجه، لو الغرفه هيبردها تماما يعني. وحتى يعني انا كنت بقول لك ان الناس اللي هي البنت وعامل مثلا بركه السباحه، طبعا في بركه السباحه ما فيهاش تكييف يعني، بس هم حتى الميه بتبقى بارده جدا جدا في عز شهر 7 و8 نتيجه استعمال الطوب نفسه وشكل السقف اللي عليه اللي هو القباب اللي هو شكل الدائري ده او الكوره، فبالتالي بتبقى درجه الحراره الميه بتاعت الساحه بارده جدا يعني، يعني بينزلوها بصعوبه حتى في شهر 7 و8 يعني. فدوت يعني اكبر دليل طبعا في الغرف. ممكن اي واحد يحط تكييف سبليت بسيط جدا، انا كنت بعمل كده
مواسير للتكييف تبقى داخل الجدار، بحيث بعد كده يركب السبليت بتاعه وينزل المواسير بتاعته تبقى عاديه، يعني في وقت ان هو ما يكون محتاج التكييف يشغله على طول. بس كده يعني. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه مهندس. ان شاء الله احنا نحاول نتواصل معك بعدين ونشوف يعني الشركات اللي عندنا ونشوف شو الامكانيه يعني، لان فعلا عندنا رغبه بان نستخدم هالاسلوب يعني. والله يسهل ان شاء الله، يعطيك العافيه. الله يبارك، شكرا. في أسئلة يا باشمهندس في الشات، يعني كان في ناس كتير طالبة يا باشمهندس لو عرض أمثلة بالصور، بحيث إن الناس يعني يبان لها الوضع أكتر، يعني هل في إمكانية؟ في إمكانية. أنا بس يعني فتح اللابتوب ظاهر عندك ولا برضه مش ظاهر؟ لا يا دكتور، لا يا باشمهندس مش ظاهر عندي والله. هو اسمه إيه؟ ما أنا قلت لك اللي هو برضك اورينتال اركتكت يعني. طب انا هخش تاني من جديد. الو، الو، ايوه باشمهندس مع حضرتك، انا هعمل لحضرتك اهو كورس بس حضرتك تقدر تعمل شيء. هو ظهر كده؟ هو كده. تمام، ظاهر يا باشمهندس. طيب هحاول. كده ظاهر حاجة؟ ايوه تمام يا باشمهندس كده ظاهر. طيب في اللي هو البي دي اف الفايل ظاهر؟ تمام كده يا باشمهندس ظاهر. ظاهر عندك اللي هو ظاهر الدور المعماري؟ ايوه بالظبط كده ظاهر عندي يا باشمهندس. اساسا حضرتك معماري متخصصون؟ الصور هو صور كده، الصورة ظاهر عندي. بس لو حضرتك تقفل الصوت في المايك على اساس في الموبايل، على اساس بس ما يبقاش في صدى صوت. في الموبايل؟ في الموبايل بس، في الموبايل على اساس ما يبقاش في صدى صوت بس. طب انا هقفل الموبايل. هلو؟ هلو؟ كده ظاهر؟ تمام يا باشمهندس. طيب الصور هي اللي احنا بنتكلم عليها؟ الو 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 ايه يا باشمهندس، صوت حضرتك واضح. طب كده ظاهر صور؟
الصورة كده ظاهرة دي؟ تمام يا باشمهندس زهر، صورة مسجد تقريبا اللي هو البيت اللي هو الهيكل الإنشائي. فيلا. تمام. فيلا تمام. ده أول بيت اللي أنا عامله، والهيكل الإنشائي هو ظاهر فيه مع انتهاء الهيكل الإنشائي في شهر 7 سنة 95. ده أول بيت عملته هنا، ده زي ما واضح كانت البيت على الخليج مباشرة، يعني في مدينة القطيف كان هو الدورين، وديت قبب المدخل، وده الجراج في الأول هنا، وفي اللي هي دي المكتبة، وده البداجير اللي كنت بتكلم عليه بياخد الهواء من أربع اتجاهات، وفي نفس الوقت أنا عامله بستغله سلم، السلم بتاع البيت الرئيسي. وادي التصميم المعماري، حتى التصميم المعماري بطريقة مختلفة، والإظهار المعماري بشكل مختلف غير البيوت العادية. ودي الواجهات بتاعت المرسومة من زمان. ودي الرسومات المعمارية، الواجهات الرئيسية بتاعته. دي أثناء تنفيذ الدور الأول، القبة زي ما احنا شايفين بتطلع من غير شدة خشبية، هو بس الأرشاط والفولت كله عليه شدة خشبية، بس القباب أو القبب نفسها من غير شدة خشبية، تطلع مباشرة بطريق حاجة اسمها المركز الحر. وبعدين ابتدي عندنا هذه برضك صورة من قريبة لشكل البيت، وعليه القبة بتاعت المجلس، ودي هنا المكتبة، وده المدخل الرئيسي، والبداجير في الخلف خالص. نيجي بقى من جوه بعد التشطيبات، دوت الصورة قدامنا هنا اللي على اليمين، ديت مجلس الرجال، وعليه المشربيات، شبيك مشربيات، وده التقاطع الأبوين أو كروز فولت. وكل البيت هنا على فكرة التشطيبات بتاعته حتى مع التشطيبات والمباني كلها مواد طبيعية، يعني ده مش دهانات عادية، يعني دي دهانات من مواد طبيعية مكونة من الجير، وعليها ألوان ونوع معين إنه بيلمع كده، بيطلع شبه الرخام شوية، وهو نوع مغربي، يعني بيتجاب المواد بتاعته من المغرب. والسيراميك اللي في الأرضيات برضك طبيعي، مش من المصانع، مش نتيجة مصانع. وادي الجلسة بتاعت المجلس في اليمين والشمال، وعلى الديكورات بتاعتها، يعني لان انا في نفس الوقت انا بعمل لها وانا ببني بعمل الجلسة اللي هي موجودة عندي على اليمين او الشمال. وده اللي بكلم عليه. ادي السيراميك، الصورة اللي تحت دي بتاع الارضية، ده سيراميك طبيعي يعني مصنع بالوحدة، مش مصنع من نتيجة شركات أو كده، لا ده مصنع يدوي. ده عندنا الحوش زي ما احنا شايفينه، الحوش برضك نفس الأرضيات، كل ده مصنع يدويا. وده السلم اللي بينزل على حمام السباحة اللي هو في البدروم، هذه الحوش اللي احنا بنتكلم عليه، طبعا بيعمل تهوية وداخل البيت ممتازة يعني. في نفس الوقت قاعد انا بستغل الحوش دوت، بيعتبر كجلسة، بحيث لما انا اشوف لو في فصل الصيف بيبقى ممتاز جدا، بلا في تيار الهواء نتيجة الفرق يعني بين الهواء السخن والهواء البارد. دوت عندنا الصورة دي داخل حمام السباحة زي ما احنا شايفين، الديكورات بتاعتها بالأرشات بالطوب الزخارف، كل دوت نتيجة برضك شغل الطوب. حتى وحدات الإضاءة مصنوعة في القاهرة طبعا، كلها برضك شغل يدوي، مفيش حاجة مصانع أبدا يعني. فطبعا زي ما احنا شايفين الفراغات نفسها، الجمال الفراغات بتاعتها مميز جدا يعني، مش مجرد ان انا بعمل طوب يبقى المبنى فقير، لا أبدا، بالعكس لازم اخليه بضيف عليه، بيدينا العنصر الجمالي بطريقه متميزه جدا يعني. ودي عندنا دي الجزء بتاع الاطفال اللي هو الصغير اللي هنا ده،
والباقي بينزل على الأعماق الكبيرة اللي هو حمام السباحة. والحمام السباحة متقسم زي ما احنا شايفين كده لكذا جزء، يعني أجزاء 1، 2، 3، في جزء منه مفتوح للسماء وفي جزء مثقف للأدوار الفوقية. ديت اللي هو تقاطع القابوين اللي هو موجود عندي في قاعة الطعام أو غرفة الأكل يعني، وفي برضه تقاطع القابوين الناحية التانية. زي ما احنا شايفين برضك وحدات الإضاءة بتدي ظلال، بتعكس ظلال كل وحدات الإضاءة دي مصنعة في القاهرة، والأخشاب أغلبه مصنع في القاهرة، يعني جزء من المشروبات كان مصنع في القاهرة. دوت البيت بعد ما انتهى حاليا، ده المدخل بتاع المجلس، وفي عندنا هنا الجزء اللي فيه 3 سلالم بيطلعون على المكتبة، ودي الواجهة الخارجية للبيت يعني. دي الواجهة الجنوبية وعليه الزخارف الأوضة هنا، ده نفس الصورة على المجلس ولا على مبني الأرش، وفي نفس الوقت ممكن أبني جلسة من تحت هنا يقدر استغلالها كجلسة من غير ما أجيب قطع أثاث يعني. وطبعا الإزاز ملون والحاجات دي كلها، كل ده يدوي. ده غرف النوم للولاد وكده، طبعا عليها الديكورات بتاعتها، كل غرفة زي ما أنا قلت كل غرفة مخصصة يعني بديكورات مختلفة عن التانية يعني. ده غرف النوم بالدور الأول، وده برضك الأضاءات من الحوش، وهم في جلسات في إضاءات وفي النباتات أو زرع يعني، أشكال متميزة جدا، لأن بالنسبة للأرشات بيدي إيحاء وفراغات معمارية رائعة يعني، وفي نفس الوقت بيدي غنى قوي للبيت يعني. زي ما قلت مش مجرد إن أنا ببني بالطوب أو أبني حاجات تطلع البيت فقير يعني من الناحية المعمارية، وما أقدرش أعمل فيه أشكال أو حتى ليفل أو أطلع فيه مستويات وأنزل مستويات أو أدوار، لا بعمل فيه كل حاجة يعني. الحمد لله يعني، الحمد لله ربنا أكرمني وأنا أقدر أعمل فيه كل حاجة يعني. زي ما احنا شايفين على الشمال دي، ديت القبة المدخل، واللي على اليمين ده الممر بتاع غرف النوم اللي في الدور الأول. في بقى نخش على البيت الثاني اللي هو مساحة الأرض على 1000 متر مربع، ده التصميم بتاعه اللي أنا بقول بعمل للبيت على كذا ليفل، مش ليفل واحد، لا بعمل ليفل هنا وفي جزء بيطل على اللي تحت، واللي تحت يطل على برك حمام السباحة يعني، بعمل فيه الفراغات اللي أنا عايزها واللي أنا محتاجها يعني. ده مساحة الأرض 1000 متر، ومساحة الدور الأرضي حوالي 600 متر. في عندنا هنا برضك في الرسومات، هذه الرسومات المعمارية، المساق الأفقية والسكاشن والوجهات الرئيسية. زي ما احنا شايفين الليفل فيه بيتحرك على كذا ليفل داخل البيت يعني، ودي ميزة كبيرة جدا يعني. ده منظور داخل أو قطاع منظور هيزومتري لداخل البيت بيوضح الليفل اللي أنا بشتغل عليهم يعني. وفي كذا فناء كمان، مش مجرد فناء واحد زي البيت الأول، لا ده في كذا فناء. في فناء هو أول واحد ده خاص بالمجالس الرجال وقاعة الطعام وكده، وفي مجلس خلفي خاص بغرف النوم وصالة المعيشة. ده البيت كان مبني على حوالي على دور ونص، واحنا شايفين اللي هو المرتفع دوت في الرسومات ده هو البداجير، نفس الحكاية في كذا بداجير عندي برضو بقدر عشان أعمل طيار الهواء اللي أنا كنت بحكي عليه. ده البيت بعد ما خلص الهيكل الإنشائي، بس يمكن الصورة مش واضحة شوية. هنا برضو ده البيت اللي على الشمال، دي غرفة الطعام بعمل فيها نوافذ على كذا ليفل، وبعدين في هنا على اليمين ده مدخل اللي هو الرجال يعني على نص قبة، بحيث ان احنا بيبقى شكلها مميز جدا، وهنشوفها حاليا احنا دلوقتي مع التفصيلات
هذا شكل البيت بعد ما انتهى التشطيبات. زي ما احنا شايفين هنا الليفل كتير، يعني الليفل طالع وليفل نازل، في ارتفاع مثلا دور، في ارتفاع دور ونص. نيجي عندنا هنا ديت القبة بتاعت صالة المعيشة، قطرها حوالي 8 متر. كل ده طبعا وتنفذ بدون شدات خشبية بطريقة المركز الحر في المنتصف يعني. وده الحوش الأولاني اللي أنا قلت عليه له خاص بمجلس الرجال، وعليه بنفس برضك مكونات ومشربيات، كل خواص العمارة الشرعية أو القيم الجميلة بتاعت العمارة الشرعية كلها موجودة متوفرة. دي القبة بتاعت المدخل، مدخل الرجال، وعليه الزخرفة بتاعتها. كل الزخرفة دي بتتبنى أثناء التنفيذ، يعني ما بعملش حاجة إضافية خالص، البنا هو يشتغل بيعمل الزخارف دي كلها. وده حمام السباحة موجود في البدروم نفس الطريقة برضو على كذا قطعة، متقسم على كذا قطعة اهو زي ما هو واضح في الصورة هنا. ده حمام السباحة بيتنقل بين الغرف، في جزء برضه للأطفال في الأول خالص. بيدي شكل مميز جدا. تاني حاجة بيبقى تهوية عشان بخار المية ما تكثفش على الجدران يعني. ده اللي على اليمين هنا ده المجلس، المجلس حوالي 5×8 والقبة قطرها حوالي 5 متر. وده برضك زي ما احنا شايفين حمام السباحة على كذا قطعة وكذا، متقسم على كذا قطعة، بحيث برضك اللي قاعد في صالة المعيشة يقدر يبص عليه من هنا يعني، يبقى شايفه لكن ما يوصلش ليه. ده البيت برضك عليه الزخارف بتاعته بتاعت الطوب. نيجي على البيت الثالث، ده في برضه في القطيف. ده التصميم بتاعته نفس الحكايه، في بيت ده هنا في بدروم مع حمام سباحه وفنيق برضه زي ما هبين في الرسومات اهو. ده البيت بعد ما انتهى الهيكل الانشائي. هذه البيت هو بعد ما انتهى الهيكل الانشائي، وهذه صالة المعيشة من جوه. قطر القبة حوالي 5 متر، على ارتفاع يمكن حوالي 7-8 متر يعني، أو قطر بتاعها 6 متر على ارتفاع 7 متر. ودي هنا بعض الصور لداخل الغرف بالزخارف بتاعتها. زي ما أنا قلت أثناء التنفيذ بخلي البنا انا بيعمل زخارف وهو بيبني نفسها يعني، المبنى نفسه بيتبني بالزخارف بتاعته، مش محتاج اعمل ديكور تاني خالص. فبالتالي بيكون مميز جدا يعني، ويوفر معاه في التكاليف يعني. ده البيت بعد ما انتهى التشطيبات، الواجهه الخارجيه او الواجهه الجنوبيه زي ما احنا شايفينها كده. ده من الداخل صالة المعيشة اللي كنت بتكلم عليها من الداخل، اللي قطرها 6 متر ومفتوحة على الدورين، على الدور الأرضي والدور الأول. ودي اللي هي برضك صورة أو لقطة للقبة بتاع صالة المعيشة. وده البيت من الخارج بعد التشطيبات. ده البيت اللي هو في الزهران، ده بعد انتهاء الهيكل الانشائي سنة 96 او 97. ده حاليا بعد ما اتشطب، حاليا وضع البيت ده، البيت ده المتميز فيه ان احنا ما استعملناش اي نوع من المحارة الخارجية، بنينا الطوب وهو عامل دهانات بسيطة جدا جدا على الطوب نفسه عشان يبقى يعني عازل للمية وكده. فبالتالي هو وفر كتير جدا موضوع المحارة وكده. وعامل طبعا دي الحديقة الأمامية
بيقدر يعمل منها او تطور كجلسه وفيها نافوره والارضيه حتى بالطوب، فتبقى التكاليف بتاعته بسيطه جدا. وادي نيجي اول حاجه اللقطه بتاعتنا على اللي هو الحوش الداخلي، زي ما احنا شايفين كده واضح جدا بيتطور كجلسه وفي نفس الوقت تهويه للبيت كله. وفي نفس زي ما احنا شايفين الزخارف زي ما قلت وحدات الاضاءه كلها مصنعه يدويا طبعا، والبيت كله مصنع يدويا. وديت عندنا اللي على اليمين ده لقطه للحوش من فوق، واللي على الشمال دي لقطه لو انا داخل الحوش من المدخل الرئيسي. زي ما احنا شايفين القبب وكده عليها الاضاءات والزخارف بتاعتها. ده دي صالة المعيشة، حوالي قطر القبة ده 7×7 زي ما انا قلت كده. الزخارف الموجودة على اللي هي المقرنصات يعني الموجودة على اليمين وعلى الشمال دي بتتعمل اثناء البناء، مش محتاج ان انا اعمل لها شدات ولا اي حاجة، لا دي اثناء البناء بقول للبنا جيب الزاوية ده كذا، جيب الطوبة زاويتها كده وبيشتغل بيها يعني. في نفس الوقت بدون شدة خشبية وكل حاجة، بس محتاجة طبعا دقة في التنفيذ ويكون البنا محترف يعني. زي ما احنا شايفين هو كنا احنا لما بنعمل البيت زي ما قلت من غير محاره، فبالتالي استعملنا الاسمنت الابيض مش الاسمنت الاسود العادي عشان يبان على زي ما احنا باين كده في القبه فوق بشكل متميز يعني. ديت القبه قطرها 7 متر وارتفاعها يمكن حوالي 11 متر او 10 متر. ده برضك الصوره ديت من بتبان فيه صاله معيشه بالدور الاول. هذه صالة معيشة، وادي المدخل بتاعها اللي هو من تحت من الأسفل، وفي صالة معيشة فوق. ده مجلس الرجال زي ما هو واضح برضك الصورة في الزخارف بتاعتها ديت هي برضك الصورة واضحة. الزخارف بتاعتها اللي بتتعمل في الجدار وعلى حتى الشبابيك بتتعمل فيها زي الزخارف كده بحيث تبقى فيها اجزاء بسيطه يعني بين منها يقدر يعمل فيها الديكورات بتاعتها. دي اللي احنا في الخليج بيسموا اللي زي الشبابيك دي بيسموها الروازن، احنا يعني هنا في مصر بنسميها زي اعمال ديكورات. كل ده انا ببقى عامل حسابه اثناء التنفيذ، عشان كده كنت بقول الصعوبة فيها بيترسم تفصيلية للحيطة دي، كل حيطة ليها تفصيلية شكل يعني، دي ليها مقاسات وليها تفصيلية، واللي على اليمين وعلى الشمال برضك مختلفة تماماً على الحيطة اللي أمامنا دي، فكل حاجة بتكون متميزة ليها يعني. طبعاً دي بتحتاج مجهود كبير جداً أثناء التنفيذ وأثناء التصميم يعني، الوضع متعب جداً يعني، لازم أكون مع البنا خطوة بخطوة، ما اقدرش اسيبه كده يعني. نيجي على البيت اللي هو الرابع، ده برضك في مدينة اسمها سيهات، ده عبارة عن برضك دورين وفي قبو او بدروم زي ما واضح في الرسومات المعمارية، وعلى ليفل وعلى واضح فيه يعني شكل السقف زي ما احنا شايفين كلها عبارة عن انحناء سواء قباب او تقاطع ابوين او فولت عادي بالسلم، حتى السلم من غير خرسانة بيطلع بالطوب بطريقة معينة يعني. ده منظور للبيت اللي البيت الرابع، في الجراج في الاول خالص اللي على اليمين ده، دوت قطاع ايزومتري بيباني الليفل اللي هو اللي فيه زي ما احنا شايفين واضح ازاي الليفل فيه واضح هنا، دورين وثلاثة بالطوب الاحمر ما فيش عليه ادنى مشكلة يعني. ده الشكل الخارجي
بعد انتهاء الهيكل الانشائي يعني. زي ما انا قلت هو كل بيبقى فرصه كبيره الواحد بيقدر يعمل زخارف. الزخارف دي بالطوب وبتبقى ظاهره الواحد اثناء التنفيذ. طبعا لازم الواحد يعمل لها تفاصيل، كل جزء ده لازم يتعمل له تفاصيل جزء جزء عشان نقدر نحن ننفذ منه ونقول للبنا اشتغل على المقاسات دي كلها. فالشغل بيبقى مرهق شويه او مرهق كتير يعني. وده طريقه العالمين، طريقه بنى القبه من غير خشب ولا حاجه، شد خشبيه يعني، عباره عن مركز حر في وسط ديت القبه. على فكره القبه اللي بتحمل دور اللي ممكن يشيل عليها دور تاني وتالت، هي بتبقى القبه منخفضه، يبقى ارتفاعها حوالي 40 سنتي بس، بس بتتعمل بطريقه معينه يعني ليها تفاصيل انشائيه تانية. طبعا الانشائي كله انا اللي عامله يعني، لان للاسف المهندسين الانشائيين ما عندهمش فكره عن الموضوع ده بيتعمل ازاي، او التحميل بتاعه بيتم ازاي، او بتشتغل ازاي مع بعض يعني، لان دي كلها حاجات للاسف يعني ما درسهاش في الكليه يعني. فبالتالي محتاج شويه مجهود شويه عشان الواحد يقدر يوصل له. لحد انا لقيت ان اسهل حاجه ان انا اعملها بنفسي يعني، احسب سمك الجدران والاسقف والحاجات دي كلها. ده البيت بعد ما اتشطبها، هذه البوابه الرئيسيه بتاعته، وده الطوب ساده. فيه هنا الطوب الساده دوت بيجي كده الطوب ساده من غير مش مخصوص ان هو يقبل عليه محاره يعني، فبيطلع شكله حلو جدا، بيتعمل كانه زخارف طبيعيه. غير الطوب اللي بيتبنى بيه بيبقى السطح بتاعه معمول بطريقه معينه بحيث انه يقبل المحاره يعني. دوت لا، السطح بتاعه ناعم جدا واملس بحيث ان هو يكون يظهر، مش محتاج ان انا اعمل عليه اي نوع من التشطيبات، لا محاره ولا اي حاجه. ده البيت هو بعد ما شطب. طبعا التشطيبات بترجع لجزء كبير جدا لصاحب البيت يعني، ما تبقاش اختيار مني انا يعني، هي بترجع لصاحب البيت. بعد كده في بيت اللي هو الخامس بالقطيف برضو، نفس الدورين على ليفل دورين. دي التصميمات بتاعته، وده ايزومتري دي، وادي المساقة الافقية بتاعته، وجهاته، وادي البيت بعد ما خلص. وحاليا الحمد لله ان هو صاحب البيت ساكن فيه يعني من اكتر من 20 سنة يعني، الحمد لله كلهم عملوا اللي انا عملت لهم يعني، كانوا مبسوطين جدا بالبيت نفسه. ده البيت السادس برضك في المنطقة الشرقية، ده التصميم بتاعه، التصميمات المعمارية بتاعته. في برضك حمام سباحة، وفي عبارة عن يعني هو مش حوش يعني، دوت من غير حوش، في حوش خارجي بس بسيط اللي هو فوق حمام السباحة، بس هو على دورين. وبعدين غرفة النوم الرئيسية بتطل على حمام السباحة من فوق يعني، حمام السباحة داخل من تحت غرفة في الدور الأرضي. وادي القطاع ايزومتري برضه للبيت، وشايفين تتابع القباب والليفل بتاعها يعني. ده البيت بعد ما خلص، الهيكل الانشائي. ده في بيت كنت انا عامله هنا قلت عليه عند فايت بالاسماعيليه هنا على قناه السويس، دوت يعني المنظور او الكروكي المنظور بتاعه، سكتش كده بسيط على التدرج بتاعه والكتل، عباره عن دورين دوت، وفي حوش في المنتصف يعني. وده الشكل بتاعه، وده الهيكل الانشائي بعد ما خلص.
ودي الواجهة بتاعته، هذا شكل الإنشاء بعد ما خلص. وفي برضه نفس الحكاية الطوب ده، طوب هنا من مصر كنت بجيبه من القاهرة، مصنع اسمه مصر بريك بيبيع الطوب اللي هو بيتحمل دوت، اللي هو خاص بالجدران، بالجدران الحاملة يعني، مش طوب عادي يعني. زي ما قلت ادي طريق بنق القبة، في مركز في المنتصف انه المركز الحر، وابني بيه القبة يعني بدون شد خشبية. دي احدى البردك اللي بعد ما خلص البيت، وانا بعمل في القبة عبارة عن اللي احنا شايفين دي، اللي هي المواسير دي، دي بتتحط اثناء البناء، وبعد بحط عليها ازاز ملون، بتدي الانعكاس لداخل البيت شكلها رائع جدا يعني. وبعدين عملت برضه في القرية الصحية مجموعة من الشاليهات، كل شاليه حوالي 60 متر على دور ونص. ده موجود في الإسماعيلية، هذه رسومات المعمارية بتاعتها على دور ونص، اسمها قرية القوصر، وهذه الشكل بتاعها أثناء التنفيذ. ده كان سنة 2001. بعدين عملت زي اقتراح يعني من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، ادي الاقتراح ده، مجرد كان اقتراح في بيت برضو على مساحة الارض حوالي 400 وشوية، وعلى دورين، وفي حمام سباحة داخلي، وادي شكل ليه كده زي يعني ايزومتري برضو، وبيبين الليفل فيه والمجالس وصالة المعيشة مع حمام السباحة في الخلف. وادي ايزومتري فيه ليه بشكل مبسط يعني، يوضح الشكل بتاعه عامل ازاي، ودي المساقط الافقية بتاعته، وادي الواجهات بتاعته، رسمات معمارية. ده كان فيه زي نادي او مركز بيع يعني، بيسموه هناك مركز بيع، وكان بالشكل دوت زي ما هو واضح هنا كده، كل ده طبعا بيتعمل بالطوب وكده. دي اخر بيت او اخر فيلا او اخر قصر اشتغلت فيه انا، لو انتهى 2017 برضك. فيه فناء كبير، الأرض على 1300 متر، الدور الأرضي حوالي 600 وشوية، 650 تقريبا، وفي حمام سباحة. في جراشات هنا، وفي غرفة سائق وكده، في الواجهات الرئيسية بتاعته. وده الشكل الغريب بعد انتهاء الهيكل الإنشائي، ده أبواب الجراشات، وفي باب الصغير على الشمال دوت، ده غرفة السائق يعني، وراه قبة المجلس الرجال. ده آخر شغل عملته سنة 2017، ده الشكل الخارجي بتاع البيت أثناء التنفيذ. أهو واضح فيه كل هو شغل الطوب والزخارف بتتعمل أثناء التنفيذ. دوت قبة المجلس حوالي قطرها 5 متر، وارتفاع الأرض حوالي 8 متر. زي ما أنا بقول بتشتغل واحد بيشتغل لوحدها، وكان بيسألونا على التكييف، هي مواسير التكييف هنا بتتحط هنا اللي على الصورة على الشمال دي، وكاسبليت يونت يعني، ويطلع منه المواسير دي وتحط فيه الوصلات، والكمبريسور بيبقى موجود فوق على السطح مخفي، ما حدش يشوفه خالص يعني، اذا احتاج يحط تكييف هيحط تكييف، ما احتاجش خلاص. دي هنا القبة اللي هي بتاعت حمام السباحه، مساحه حمام السباحه حوالي 7 في 9، والقبه دي قطرها 7 في 7، قطرها 7 متر بس من غير شد خشبيه ولا حاجه، ومتحمله كلها
على الحيطان وعلى الأرشات الجانبية زي ما احنا شايفينها كده، وتعامله طبعا من غير شد خشبية ولا حاجة. وده المدخل الرئيسي للذخيرة بتاعته، ودوت السلم احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو البداجير. البداجير ده بتقسم لأربع غرف هواء، بحيث ان احنا بيدخل من كل غرفة من دولت يدخل الهواء وينزل عليه ويسحب الهواء اللي موجود في الحوش اللي هو الهواء البارد. الهواء البارد يطلع والسخن يخش مكانه، فبالتالي بيساعد على يعمل تيار هواء. اهم حاجة تيار الهواء في المناطق الرطوبة العالية فيها زي الخليج كله يعني. عشان كده كانوا في معظم البيوت اللي هي في الخليج وكده، لكن بيحط التكييف وفي نفس الوقت يحط جنبيه مروحه عشان يحرك الهواء، لان الهواء بيكون تقيل جدا جدا عشان مش بخار الميه. فما في نفس الذخيره بتاعته زي ما هي واضحه بالصوره دي. هذه هي الزخارة في السلم مع هذه. دي نيجي على الحاجات المشهورة في المجلات دي سنة 95 في مجلة البناء. بيتكلم فيه عن البيت وعن تصميمه، أسلوب تصميمه وأسلوب تنفيذه يعني. زي ما قلت هو كان حاجة غريبة وسط الخرسانات والخرسانات والإزاز والألمنيوم والحاجات دي كلها، كان بيت شكله غريب يعني، أو مجموعة البيت اللي عملتها كان شكلها غريب ومميز جدا يعني. البناء السعودي سنة 96. كان مقال اللي هو كان صادر من عندهم عن البيت وعن البيت اللي أنا عملتها يعني. دي جريدة الجزيرة بيتكلم برضه عن البيت. بيتكلم عن البيت وعن اللي هو خصائص البيت العربي. ودي اللي هي من مجلة المهندس اللي هي زي نقابة المهندسين عندنا كده، كانت برضك نزلت مقال. وكان فيه في الأهرام كانت نزلنا جزء من المقال. بيتكلم برضك عن البيت، عن استخدام المواد الطبيعية واستخدام الطوب بدون استعمال الخرسانة. دي طبعا من وسط مقالات بتاعت الأستاذ إبراهيم حجازي الصفحة بتاعته، اللي أنا الحمد لله حصلت عليها اللي هي جائزة شهادة التقدير والدرع من منظمة العواصم والمدن العربية والإسلامية 2001 سنة 2001. وجاية من الإدارة البيئية، جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية سنة 2010 من جامعة الدول العربية. وخدتها من المؤتمرات بس للأسف ما كنتش موجود، وابني هو اللي استلمها عني بالنيابة عني يعني.
ديت الجائزة. في الترشيح لجائزة الأخخان سنة دورة 98-2001 والدورة الثانية 2001 لحد 2004 مرتين وثلاثة يعني. ترشيح الأخخان دي لقطات بعض الصور للبيوت اللي أنا عملته ده البيت البيت الأول وهذه قبة المدخل وعليها الزخار بتاعتها التشطيبات ده السيراميك اللي احنا قلنا عليه مصنع يدويا كل ده السيراميك المختلفة مصنع يدويا دي كل سقف غرفة مختلفة عن الغرفة قبلها أو اللي بعدها لو طاقات الأبوين طبعا طاقات الأبوين من أجل المعمارية يعني ويتحمل دور واثنين وثلاثة مفيش مشكلة عليه خالص واضح الصورة اللي على الشمال دي المشربيات الشغل بتاع المشربيات الشغل العربي بتاعنا والتفاصيل اللي نقول عليها اللي هي على الجدران اللي هم بيسموها الروازن أو يعني بتعمل فيها تحط فيها الديكورات أو الزخارف أو بتعمل فيها حاجات معينة جدا ممتازة قوي يعني الديكورات. هذه المطبخ مثلا المطبخ بالزخارف بتاعته مختلفة خالص كل غرفة ليها ديكورات مختلفة عن التانية مفيش غرفة شبه التانية أبدا أبدا يعني كلها ليها أشكال مختلفة. ده سقف المطبخ بالزخارف بتاعته دي اللي هي الدهانات المربين اللي قلت عليها ومن الإضاءات لازم تدرس ويتحط فيه مش أي حاجة مجرد أنا بحط إضاءة وخلاص لا لازم كل حاجة تدرس الدرس بحيث يبقى انعكاسها على المباني هيضيف جمال ولا لا يعني. مش مجرد أن أنا أحط لمبة ولا نجفة ولا أي حاجة لا لا الموضوع مش كده خالص الموضوع أن احنا لازم ندرس كل حاجة عشان كده بيبقى متعب جدا الشغل ده يعني. زي ما احنا شايفين هاي الاضاءات ازاي وبيدي انعكاس فين واضحة عليه يعني فمحتاج مجهود شوية يعني في التصميم وفي التنفيذ زي ما احنا شايفين هذه الرجال او الصالون يعني واضح ان في الصوره بتاعت داخل الممرات والليفل في الليفل بعمل ليفل كتير في البيت كاول بيت يعني فكنت حابب ان انا يعني يبقى فيه ليفل وفيه كل المميزات يعني كل الافكار المعماريه الجميله الواحد اتعلمها من خلال شافه في البيوت هنا القديمه يعني ده البيت الثاني نقطة خارجية توضح طبعا المدخل والملائف اللي هو البداجير ده المدخل اللي احنا قلنا عليه نص قبة بعد الترتيب ده مجلس رجال قلنا عليه 5x8 ودي هنا بقى التفاصيل داخل البيوت ودي هنا بقى ده مدخل الخلفي او الجانبي للمطبخ وانا يعني كنت باخده كتير بعد انتهاء التشطيبات يعني سنة 2005 ودي حمام السباحة والمكتبة اللي على اليمين دي بتطل على الفناء المفتوح وشكرا إن شاء الله يكون يعني حاجة استفدت منها يعني إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لهذه المحاضرة الجميلة التي كانت خفيفة على القلب واقعا. لدي سؤالان، طبعا أنا لم أرى خرائط ولم أرى تسم، إنما رأيت لوحات فنية جميلة كجمال روحك. السؤال، لكل شيء إيجابيات وهناك أيضا سلبيات، ما هي إيجابيات هكذا نوع من التصاميم الهندسية، وما هي سلبيات إن كانت هناك سلبيات؟ الثاني، وهل تنفع هذه التصاميم في مختلف أنواع البيئة، يعني المكانات الجغرافية، أم هناك أماكن مختصة لهكذا نوع من التصاميم؟ وكل قطعة الشكر وامتنان من حضرتك. الله يبارك فيك. بخصوص التصاميم طبعا بتصلح أكتر للمناطق الحرة، يعني زي ما موجود بنعمل عندنا في مصر، زي ما احنا موجود عندنا في السعودية أو في الخليج كان المهندس حسن فتحي كان بنى هناك مسجد بالطين بنفس طريقة البناء ونفس برضك في المناطق الحرة، سواء الحرة الجافة أو الحرة الرطب، يعني الحرة الجافة زي الرياض كده أو الحارة الرطبة زي الخليج. تاني حاجة بالنسبة للعيوب، العيوب بتاعتها إن هو محتاج مهندس أو مهندسين يكون عندهم خلفية لنوعية التصاميم ديت، مش مجرد أي واحد عايز بيت يتميز بالجمال وما يبقاش بيت عادي وبيت فقير، لا بالعكس يقدر يعمل فيه كل حاجة بحيث يضيف عليه جماليات، وكان صغير مساحته صغيرة يقدر يضيف عليه جماليات كبيرة. ألو، معك شكرا جزيلا حقيقة، أشكر يعني حسن إصغائك وتجاوبك على السؤال، الله يسلمك. باشمهندسة ديما، باشمهندسة ديما تفضلي. الو باشمهندسة ديما، حضرتك كان عندك سؤال كنت حابة تعملي مداخلة، لو حضرتك جاهزة اتفضلي مفيش مشكلة، افتحي المايك. إذا أمكن إذا ديما مش جاهزة، إذا ما أمكن الإجابة على الشات، أسئلة الشات. أوكي مفيش مشكلة، مفيش مشاكل خالص. الباشمهندسة كانت بتسأل هل مدة البنيان أطول من البنيان العادي بالخرسانة؟ لا طبعا بالعكس، يعني احنا عندنا مثلا لو انا بفترض عندنا مثلا غرفة 5x5 مثلا، الخرسانة مثلا تحتاج شدة خشبية وحديد وصب وكلام ده كله، ممكن تقعد لها مثلا يعني يقول حوالي 3 أسابيع أو حاجة كده يعني، أو شهر يعني. لكن بالنسبة للمباني هو بيعمل القبة في خلال 5 أيام بكثير بيكون مخلص. الفكرة فين؟ إن إحنا بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا على الجدران وعلى المقرنصات وعلى الزخارف، هي دي اللي بتاخد وقت أثناء التنفيذ، يعني مش مجرد مثلا في يوم أو يومين.
ثاني حاجة بيبقى فيه عدد العمال بيقدر البيت يخلص بسرعة يعني. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. مرحبا، أنا المهندسة ديما ركابي، سامعني؟ أيوه سامعك. تفضل. ممكن يعني كم سؤال؟ هلا أنا من الشام وأنا أصلاً ساكنة ببيت عربي. تمام. بدي أسألك سؤال عن حمامات السباحة، كيف وفرت العزل اللازم إلها؟ هل الطوب هو مادة عازلة ولا حتى عزل المية يعني؟ عزل، إنه هي إذا حمام سباحة معناتها ممكن ينشر مي أو تعمل أضرار على البنية الإنشائية، ولا كيف يعني كيف فوراً عم تحط المي بحمام سباحة مصنوع من الطوب؟ أنا بعزل يعني، أنا بعد ما بعمل الهيكل الإنشائي لحمام السباحة بعزل عليه، بعزل عزل الرطوبة بالممبرين اللي هو سمك 4 مللي ولا حاجة، فبالتالي استحالة عادي. ثاني حاجة بعمل عليه السيراميك طبعا غير نفاذ للمية. ايه تمام، يعني مثل الحديث. وبدي اسألك هلا، شو انواع الاكساء اللي ممكن نحطها فوق القرميد غير دهانات الجدران المغربية؟ في انواع اكساء ثانية فينا نحطها؟ كل الانواع الموجودة في اي سوق يعني. وسؤال ثالث، شو يعني المحارة؟ اللي هي الياسة، يعني قصدك الكلسة البيضاء؟ ايوه اللي هي الياسة، لان بعد ما اشتغل اي مباني بعمل الياسة على جدران. وبدي اسالك هلا، تقريبا سماكة الجدران اذا عندنا مجال 6 متر يعني 600 سم، قد ايه تقريبا عم يكون سماكة الجدران؟ طبعا على حسب قوة الطوب وتحمل الطوب، بس غالبا بتبقى في حدود 40 سنتي يعني طوبه ونص. تمام. وبدي اسال سؤال هلا، نحن بالجامعه اخذنا المباني التقليديه وعملنا عده مشاريع، بس كان حصريا يقولوا لنا لازم نعمل السقف اما قبوه او قبه او قبوه متصاربه، ما انه الطوب والطين والحجر على اساس انه ما فينا نعمل فيهم بلاطه افقيه. ببعض النماذج شفت انك حضرتك عامل بلاطه افقيه، يعني ما لا، انا مش عامل اي بلاطه افقيه ابدا ابدا، كلها عباره عن قبه او قابو او يعني فولت او كروز فولت زي ما انا وريتك في الصور كده. شفت بالصور في خصوصا في المبنى اللي في له تحت ابو، كان سقفه مستقيم مو سقفه منحني. لا متهيألك كلها كده زي ما بقول لك كده يعني، يا اما قابو يا اما مستقيم، يا اما قابل هو المستمر، انا هجيبها لك حتى في الصور، او كروز فولت. تمام. وبدي اسالك هلا، هي بتحتاج لصيانه دوريه مثل مباني الطين العاديه، مثل هلا بيتنا عربي بيت لبن، فنحن بنحتاج يعني دوريا نعمل له صيانه للسقف، صيانه للجدران احيانا من عوامل السقف، هي بتحتاج لصيانه مباني؟ لا خالص، لا نهائي نهائي، لان احنا هو انا بحتاج صيانه اذا كان في حديد، لكن انا ما عنديش حديد خالص. ما عندي حديد خالص. تمام. في ترشيح ميه او حاجه، ده موضوع ثاني يعني. نفس الوقت حتى لو الميه مش هيأثر على المبنى نهائي يعني. زي ما انا قلت لك كده، في حاجه عندنا احنا في مصر اللي هو نهر النيل بيعدي من حاجه اسمها القناطر. القناطر دي هي عباره عن مبنيه في وسط النيل، وبقى لها اكثر من 400 سنه يعني. ما شاء الله. فما فيش عليها مشكله خالص يعني. فزي ما بقول لك اللي احنا عندنا اللي هي ان انا اعمل يعني، ما عنديش ولا سقف افقي نهائي يعني، كلها يا قبب يا قبوات يا اما كروس. حتى عايزين اجيب لك في الرسمه
يمكن بالنموذج الثاني او الثالث يمكن كان في هيك بالرسمه بجوز انا فكرتها. وتقريبا التكلفه هي بتقدم اكثر مباني الاسمنت البيتون المسلح ولا مباني الطوب؟ لا لا خلاص ما فيش يعني انا بعمل مصنع عشان اطلع للدور الثاني اعمل ايه؟ ببني الدور الارضي عباره عن قبه او فولت او كروس فولت زي ما احنا قلنا كده. بعد كده بعمل تسويه الليفل دي بكسر الطوب الصغير. وبعد كده اصب خرسانه عاديه كارضيه خفيفه 5 سنتي عشان اقدر اركب عليها البلاط اللي فوق. اي تمام. شاف الرسمه اللي انا حاطها ولا مش شايفها؟ امبلا هون هلا هي هون هي مو سقف افقي اللي بين اللي تحت في حمام سباحه صغير وفوق منه سقف مستقيم ولا سقف منحني؟ هذا مو افقي؟ ده منحني. ده القبه المنحني اللي فوق لا مش منحني. تمام فلات عادي جدا يعني. اي تمام. ارضيه عاديه خلاص زي ما بشتغل في اي بيت. تمام. بس كده. هي اسئله ثانيه؟ لا تمام سلام حق ايديك. الله يبارك فيك شكرا شكرا. في اسئله من الشات برضه يا باشمهندس، هل يتناسب النظام ده مع واجهات الزجاج الكبيره اللي هي النوافذ يعني؟ لا طبعا لا تناسب خالص، لان هو احنا التصميم اساسا ان هو المناطق الحاره لازم تكون النوافذ صغيره جدا وضيقه قوي، لكن عشان ما تدخلش الحراره ولا تدخل الشمس ولا الكلام ده كله، ويكون سمك الجدار يكون سميك عشان يكون عزل للحرارة يعني. فأنا ما اجيش اعمل مثلا الجدار سميك وفي الاخر احط على الازاز او اعمل نوافذ كبيرة أصلاً، يبقى انا عكست ما استفدتش من وجود الطوب يعني. طيب هل يقتصر اللون على اللون الأحمر أم يمكن استخدام ألوان أخرى؟ لا ده الهيكل الإنشائي، وبعد كده تعمل البيت زي ما أنت عايز. في لون عايز تعمله أبيض تعمله أصفر أي لون زي ما أنت عايز، لكن ده الطوب الأحمر اللي هو الطيني الطين المحروق اللي هو ده الطين المحروق. طيب ما هي أوجه الاختلاف عن طريقة المعماري حسن فتحي يعني؟ أوجه الاختلاف إن أنا أول حاجة بستعمل مادة تقدر تعيش مئات السنين، والنقطة الثانية إن أنا بعمل دورين وثلاثة بدون إن أنا أستعمل أي نوع مادة ثانية غير الطوب الاحمر الفخار. يعني المهندس حسن فتحي وحتى الواحد الوكيل لما كان بيعمل الدور الثاني في المساجد كان بيخلي السقف خرسانه. انا لا، انا بالنسبه لي بعمل طوب. هل يسمح بعمل سرداب مع دورين بالاعلى؟ ايوه انا عامل كده، انا منفذ بيت كده. هل تصميم البيت الداخلي يجب ان يكون باقواس؟ لازم يكون اقواس. هل يمكن ادخال العنصر الحديث في التصميم الداخلي للمنزل؟ ايه يعني؟ لو يمكن حضرتك عايز تفسير اكتر عن السؤال يعني؟
بمعنى يعني ايه العناصر الحديث اللي انا عايز اضيفه على البيت؟ يا ريت يعني تفصيل لو تكتب تفسير اكتر على السؤال معلش. يعني انا البيت انا عندي في يعني حديث طبعا سنة 2017، وفي مية وفي كهرباء وفي تكييف وفي داتا سيستم كاميرات، يعني ايه التاني الحديث يعني؟ مثل التصميمات الحديثة واجهة كبيرة زي زجاجية لدخول الشمس، بس أعتقد هو ده عيب برضه، هو دي في المناطق الحارة زي ما حضرتك قلت، فمش هينفع نعمل واجهات كبيرة زجاجية يعني. لا ما ينفعش، هي مواصفات المناطق في او البيوت في المساكن الحاره لازم يكون في تكون شبابيك صغيره وعليها المشربيات، عليها المشربيات دي عشان تمنع دخول الحراره وفي نفس اضاءه الشمس الرهيبه اللي بره. طيب في سؤال تاني حضرتك يا باشمهندس، في بالنسبة للنوافذ والفتحات الموجودة في القبة وكذلك أعلى السقف، هل هي مفتوحة دائما؟ لا مقفولة، بس هي مجرد على زجاج ملون. الزجاج الملون دوت بيعكس الإنارة داخل البيت. طيب هل تعمل على الملقف في العمارة كما هو الحال في المباني الموجودة في المناخ الحار؟ بمعنى ايه؟ لو في يا ريت تفسير أكتر عن السؤال بعد إذنكم. ممكن بس تعليق على الأسئلة؟ تمام اتفضلي يا باشمهندس. تفضلي. مهندس أنا قصدي التصميم الحديث اللي قصدنا إحنا من نعمل للحوش، الفكرة إن إحنا عاوزين الممرات والتطلع على الحوش لكن زجاجية، يعني في أوقات إحنا نحتاج نكون نفتح هذا، يعني مثلا الإن الأوت على الإن، يعني يسمونه الداخل على الخارج، يعني نفتح ايوه الزجاج فيصير كأن احنا في الهواء الطلق، الهواء الطبيعي يعني، ايوه ونقدر نسكرهم في حال الجو اللي يكون حار. ما فيش مشكلة، يعني بس هذا قصدي التصاميم الحديثة، يعني داخليا الواجهات تكون كلها تكون غالبا تكون زجاجية، وفي بعضها تكون مفتوحة على حسب التصميم. يعني فيش مشكلة، بس يعني لازم يكون التصميم بتاع النافذة دي أو الجزء المفتوح على الحوش لازم يكون مناسب للتصميم العام، مش مجرد إن أنا بس حاجة أحطها بس، يعني لازم أكيد يكون مناسب ليها. لو أنا عايز أفتح الإزاز عشان أستمتع بالهواء الخارجي في الحوش مفيش مشكلة، عايز أقفله في تراب ولا في حاجة خلاص أقفل عادي يعني. والواجهات الزجاجية الخارجية لازم تكون أيضا يعني صغيرة بالحجم. صحيح احنا نتكلم عن الشمس قوية، لكن إذا كان مراعاة اتجاه الشمس شرقية أو غربية أو أيا كان على حسب يعني موقع البيت، فهل يسمح لي مثلا إني أعمل واجهات كبيرة في بعض جوانب البيت تكون الخارجية؟ أنا قصدي احنا قلنا اللي هي الشبابيك الكبيره ما ينفعش اعملها لان هتدخل لي حراره بغض النظر، حتى لو صحيح، الازاز بس ازاز عازل او كده برضه هتدخل لي حراره. وجود التكييف في البيت، يعني في الجهة اللي فيها هذه النوافذ الكبيرة، ما تساعد؟ ما هي تساعد، بس انا مش يعني انا ما ينفعش يعني اصمم بيت عشان في الاخر احط فيه كميه تكييف زي بيت الخرسانه، يبقى انا ما استفدتش حاجه، صرفت فلوس على الفاضي يعني. هو صحيح كلامك، بس هو القصد ان احنا
يعني الهدف دخول الشمس والشراحة، يعني شراحة اللي تدخل في البيت. مشكلة النوافذ الصغيرة أن كمية الشمس اللي تدخل تكون الإضاءة، أنا قصدي يعني مش حرارة الشمس، لكن الإضاءة بشكل عام تكون قليلة يعني. فحتى يعني يعني النوافذ اللي انا عاملها عرضها حوالي 75 سنتي، لو انت هتشوفي كمية الشمس الداخلة جوه البيت يعني هتذهلي بصراحة، يعني لان كمية سطوع الشمس عالية جدا يعني. اوكي، يعطيك العافية مهندس. الله يبارك فيك. كان في سؤال يا باشمهندس عن الملقف، في توضيح هو الملقف هو عنصر من عناصر العمارة المحلية، هل هذه الفتحات تعمل نفس عمل الملقف؟ بالظبط كده، بس هو المشكلة في الخليج الهواء بيجي من 4 اتجاهات، مش بيجي من اتجاه واحد زي عندنا في مصر. يعني عندنا في مصر الرياح شمالية غربية، هناك لا، في الخليج لا. فعشان كده هم اخترعوا اللي هو البداجير، اللي هو بيتفتح من 4 جهات حسب اتجاه الهواء بيدخل الهواء، عشان كده معمول 4 غرف للهواء. تمام. طيب ازاي اقدر اعرف ان الاضاءه مناسبه او لا، كتصميم او انعكاس او تاثير على ماده الاثر والمبنى؟ يعني ايه الإضاءة مناسبة؟ إضاءة خارجية يعني، يعني تبقى داخل البيت، مش عارف. اعتقد الاضاءه الداخليه للبيت. ما انا بعمل الإضاءة الداخلية على حسب أعمال الديكورات بتاعتها. يعني أنا زي ما كده وريت كده في الصور، اللي هي بتبقى الإضاءة من ضمن أعمال الديكور، مش مجرد إضاءة حطيتها خلاص كده يعني. يعني زي الصور كده اللي على اليمين عندي، واضحة جدا، شاف الإضاءة بتاعتها عاملة إزاي يعني. أنا عايز أزود إضاءة، أزود إضاءة. لكن المشكلة في الطراز دوت، أو في الطراز الشرقي، ما ينفعش فيه أجيب طراز أمريكاني مثلا وأحط فيه، سواء من حيث الفرش أو الإضاءة أو الحاجات دي، مش هيمشي. يعني زي ما أنت شايف كده صورة مجلس الرجال، الكنب نفسه مختلف يعني. ما ينفعش أجيب الطراز الأمريكاني بطريقة معينة وأحط فيها، مش هيناسب يعني. تمام يا باشمهندس، جزاكم الله خير. طيب ازاي اقدر اتعلم الطريقه دي في البناء، واقدر اجيب واحسب الاحمال، وازاي اعمل فريق عمل، او مين احسن عماله لهذه الطريقه؟ والله الموضوع بقى ده طويل شوية، وبيحتاج يعني بحث كتير قوي، وأشوف الكود اللي أنا هشتغل بيه، سواء الكود المصري طبعا، وفي الكود الإنجليزي اللي هو الخاص بالمباني الطوب. فلازم أفتح الحاجات دي وأطلع على الحاجات الموجودة في التاريخ، زي ما احنا كده الموجود عندنا في مصر وفي الشام، وموجودة في مثلا في فلسطين وكده، كل الحاجات دي، لأن هما كانوا قبل اختراع الخرسانة كان كل شغل بالطوب وبالحجر، فالتاريخ كله بالطوب وبالحجر. فيعني محتاج إن أنا أتعلم منهم، من الحاجات الموجودة عندنا، وفي الآخر أطورها لبناء على الحالة العصرية الحديثة. طب يعني حضرتك ترشح اي مرجع معين مثلا ان احنا نتعلم منه؟ زي ما بقول لك كده، في اللي هو الكود المصري للطوب اللي بيبان بالطوب، وفي الكود الانجليزي، ممكن برضه الواحد، لان طبعا الانجليز متميزين في شغل الطوب قوي يعني. ازاي اعمل جدار ورص الطوب ازاي كده يعني، ومحتاج الاسمنت ده ازاي، نسبته قد ايه بالنسبه للرمل، كل الحاجات دي عشان يتعلم الواحد يعني. بس تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس.
الله يبارك في سؤال معلش كمان، التركيبات الفنية في المباني دي تختلف ازاي عن اي مبنى خرساني؟ زي ما انا قلت كده، النقطة النمرة واحد ان هو بتفرق من حيث الاستثمار المباني. يعني انا ببني المبنى الخرسانة بعد 50 سنة او 100 سنة البيت ده بينهار نتيجة العوامل الجوية اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن البيت الطوب ده بيقعد معاك الى ما شاء الله. تاني حاجة، فواتير الاستهلاك بتاعت الكهرباء بتقل زي ما انا قلت كده حوالي 60%، دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، بعد اللي انا الممارسة اللي انا عملتها في البيوت او في البيوت الطوب لقيتها ما بتفرقش قوي الا بنسبة حوالي 10% او 20%. طبعا في ناس مثلا هتقول لي مثلا سعر المتر دلوقتي المباني مثلا في السعوديه يمكن حتى بتشتبط مثلا ب 1500 ريال. ايوه بس يعني ده حاجه متميزه، ده حاجه متميزه خالص في كل حاجه يعني. فما ينفعش اقارن بين مباني الطوب ومباني الخرسانه، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. زي مثلا ما ينفعش اقارن من عربيه مرسيدس بعربيه سيت ولا هونداي ولا عم. دي حاجه ودي حاجه. تمام باشمهندس امير، بشكر حضرتك جدا. ارجو ممكن اتفضل دكتور تسمحوا لي. تفضل. طبعا انا نسيت ان الشكر موصول للقائمين على هذه المحاضره ايضا. استاذنا الفاضل، ارجو ان تدلني اي المصادر افضل في تنوع الاشكال الهندسيه بالنسبه للتصاميم الشرقيه الاسلاميه. هناك الان كثير من التصاميم في داخل كل صوره اشاهدها الان اثناء تحرك حضرتك من لوحه الى اخرى، اجد هناك تصاميم اسلاميه، ونحن نعلم تختلف هذه الاشكال من بيئه الى بيئه ومن عصر الى عصر، يعني العصر الاندلسي وغيره وغيره وغيره، الى الان تتباين صحيح. هذه الاشكال فيما بينها. اي المصادر ممكن ان اجدها غنيه بهذه الاشكال؟ والله هي كل الاعتماد الاساسي على البيوت الشرقيه او البيوت العربيه اللي موجوده كانت عندنا في مصر. لكن طبعا انا عملت انا مزيج يعني ما بين الحاجات الموجوده عندنا في مصر والحاجات الموجوده مثلا في الشام او في المغرب. لكن مثلا اشكال الاقواس وديت معظمها مصري. معظم الستايل مصري يعني. لاحظت الكثير من الفن المغربي ايضا، يعني كان في لوحاتك طابع ظاهر وبارز ايضا، كثير في من التصاميم وجدت هذا الشيء بارزا عندك. بالضبط كده بقول لك، لان الواحد اطلع على العماره اللي هي الموجوده عندهم وعارف مواطن الجمال ازاي تعملها وممكن تستفيد منها في المباني في العصر الحديث. جميل. للاسف احنا اليوم بدا المجتمع يغادر هكذا يعني خرائط، وهذه الخرائط هي تراث، طبعا حقيقه هي تراث فني جميل فيه شيء من حتى الفكر الذكيه. يعني الان لاحظت قضيه التهويه وقضيه الامور هاي الصحيه لدخول صحيح. الشمس. للاسف الشديد اليوم المجتمع يميل الى الخرائط الغربيه اكثر من هاي، ما هو للاسف الشديد الخرائط اللي هي اجدادنا حاولوا ان يدرسوا كل سنتيمتر وكل شبر فيها. صحيح صحيح. ولاحظ الان كل شبر وكل مكان الان انت في شيء مدروس من حيث دخول الشمس، قضيه البروده والحراره، قضيه يعني اشياء كثيره. صحيح. وطبعا ارجو ان لا اكون اثقلت عليكم استاذ الفاضل، شكرا لك كثيرا والشكر موصول لجميع القائمين. يعني برضه دي عشان تبقى عارف، للاسف يعني المهندسين المعماريين الاجانب لما بيشتغلوا في المنطقه العربيه بيبقوا عارفين العوامل او القيم الجماليه الموجوده عندنا وبيعملوها بطريقه ممتازه جدا جدا جدا. وفي بيوت ومباني كتيره معمولة بناء على الأسس اللي أنا بتكلم عليها دي، بس للأسف مهندسين العرب ما أعرفش ما يعني بيكرهوا التاريخ بتاعهم، مش عارف
يعني لو حبذا لو يزوجون على الاقل بين هذه يعني التراث وبين الواقع حتى يطلع في الشكل جميل جديد عصري، صحيح صحيح حافظ على التراث القديم وبنفس الوقت يعني اكو فد جده في العمل. صحيح 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 كلامك صحيح. شكرا لك، وفقت لكل خير. شكرا لك اخوك الدكتور برغام علي. الله يبارك فيك، شكرا. الله يسلمك، انا الاسعد، الله يسلمكم. باشمهندس امير بيشكر حضرتك يا باشمهندس، بيقول لحضرتك ايهما اقوى انشائيا، الطوب الطيني ام الطوب اعتقد الطفله اللي هو رامد ايرث؟ لا، هو الطوب اللي انا بشتغل بيه هو الطوب الطفلي اللي هو المحروق. الحرق بتاع الطوب ده بيتحرق على حوالي يمكن 1000 او 1500 درجه، فبيدي صلابه للطوب محدش يقدر يتخيلها. يعني الناس اللي بتشتغل في البيت ده بعد كده زي اعمال الكهرباء عشان يوصل يعني مفتاح او بريزه او كده، ولازم يكسر في الجدار شويه، بيعاني معاناه غير عاديه لان صلب جدا جدا، الطوب نفسه صلب جدا سواء الموجود في السعوديه او في مصر، صلب جدا يعني. طيب في سؤال يا باشمهندس، ما طبيعة الأساس يعني اللي هو الأساس اللي تحت الأرض؟ لأن النوع ممتاز من السؤال المباني ده، بيكون تقيل. ممتاز السؤال ده. في نوعين عندنا من الأساسات، الأساس اللي هي المناطق فيها التربة ضعيفة زي المناطق اللي أنا اشتغلت فيها في القطيف اللي هي عبارة عن ردم بحر، فبالتالي لما أجي أحفر بلاقي المية بعد متر على طول، فأنا بستخدم هنا اللبشة اللي هي تحت البيت كله، اللبشة في حدود مثلا 25 سنتي أو 30 بعملها تحت البيت كله عشان ما يبقاش فيه هبوط للمباني، لبشة وبعدين ببني عليها عادي. بالنسبة في البيت اللي أنا عامله للزهران دوت عن باني على صخر، فباني على الصخر مباشرة مش محتاج أعمل قواعد، فلو الأرض صلبة بشتغل مباشرة، لكن لو الأرض محتاجة أعمل أساسات بعمل على لبش. جزاكم الله جزاكم الله خير يا باشمهندس. في سؤال برضه في الاول، في ممكن بعض التفاصيل عن الطوب، أو هل يمكن استخدام نفس نوع الحوائط والقباب ولا كل عنصر له نوع مختلف من الطوب؟ برضه بس ده سؤال رائع. لا الحقيقة يعني الأساسات ليها طوب، الجدران ليها طوب، الأرشات والأقواس ليها طوب، القباب ليها طوب، جميع الأسقف اللي هي الفولت أو كروز فولت بيبقى خاصة الكروز فولت يعني بيبقى ليها طوب صغير، التحمل بتاعه بيبقى عالي جدا فوق ال 175، بيبقى حوالي 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. تمام يا باشمهندس. في سؤال برضو، ما المقصود بعمل تسوية في الدور الثاني؟ يعني معنى ذلك عمل قبة مثلا في الدور الأرضي ثم ردمها وجعلها مستوية وعمل غرفة فوق القبة؟ يعني أنا عندي حيطة 5×5 تمام، بعمل فيها قبة منخفضة ارتفاعها حوالي 40 سنتي، الأركان بتاعة القبة دي بتبقى كلها فراغات عشان دائرية، فبالتالي بملاها بكسر الطوب اللي هو بيكسر أثناء التنفيذ، بعد كده عشان أسوي الأرضية أحط عليها طوب أو سيراميك أو أرضية خشب، فلازم محتاجة تبقى الأرض تكون مستوية، فبعمل إيه؟ بعمل صبة خرسانة عادية صغيرة جدا 5 سنتي عشان دي اللي هيمشي عليها مواسير الكهرباء ولو في توصيلات المية أو توصيلات الصرف بتاع التكييف، وبعد كده أردم عليها الرمل وأحط بقى البلاط العادي أي نوع من البلاط. طيب سؤال يا باشمهندس، هل تصميم المنازل دي مستقبلا قابل للتعدد؟
يعني لو في حيطة محتاجين نعمل فيها مثلا فتحات باعتبارها عنصر إنشائي ينفع ولا لا؟ لا، لازم اكون باني في البدايه وعارف ان انا هعمل اكستنشن، يعني لازم اعمل لها تمديد. بمعنى ايه؟ لو انا عندي حيطه وعارف ان انا بعد كام سنه هفتح ممكن اعمل غرفه تانية، فاروح اعمل ارش او قوس داخل الفتحه دي، داخل الحيطه يعني، عشان بعد كده اكسر اللي هو تحت القرش وافتحه على بعض. لكن ما اقدرش افتح وانا مش عامل حساب، هتلاقي الجدار كله وقع. طيب سؤال يا باشمهندس، هل مع وجود الاحواش والفتح والفتحات يعني عليها يمكن هناك تحكم بدخول الحشرات او القوارض ولا مش هينفع؟ لا، لو انا قفلت بقى من فوق مثلا بالزجاج او بلاستيك او اي شيء يعني، خلاص يبقى مش هتخش حاجه. بس يعني طبعا لو انا في ناس من البيوت اللي انا عملتها خلوها زي ما هي وما حصلتش حاجه، يعني مش حاجه عدت يعني. تمام، هو كده الأسئلة انتهت يا باشمهندس. لو في أي سؤال أو في أي حد حابب يعمل مداخلة مع باشمهندس قبل ما نخلص، يعني باشمهندس جزاه الله خيرا، يعني بصراحة جاوب على كل الأسئلة، والأسئلة كانت كتيرة جدا وممتعة جدا الصراحة. الله يبارك فيك. في سؤال إنشائي يا باشمهندس، هل المبنى مجزأ إنشائيا إلى وحدات رئيسية وأجزاء داعمة؟ لا، هو اللي هي الحوائط الحامله، احنا عندنا في المباني العاديه الخرسانه الاعمده هي اللي بتشيل السقف لان بيحصل عليها تركيز احمال، لكن الحيطه المستمره هي اللي بتشيل كل حاجه، الحيطه اللي فوقيها ومع السقف عليها. بس طبعا دي محتاجه دراسه انشائيه، بيبقى حد عارف ازاي السقف بيشتغل وازاي القبة بتشتغل والقوة الفورسز بتاعتها بتتحرك ازاي. الو، لا يا باشمهندس، هل في اي سؤال؟ في برضه ملحوظة بسيطة يعني، عفوا، هذا باشمهندس، اذا حب حد يعمل قبة خرسانة، يعني حد حاب يعمل الشكل المعماري ده بالخرسان، هيبقى مكلف جدا جدا جدا، لان القبعة محتاجة تعملها شد خشب وتصبها وتعملها حديد، مكلف جدا جدا. زي ما انا قلت كده، ده القبعة دي في خلال 5 ايام بتخلص من غير شد خشبها، فبالتالي بتكون التكاليف بسيطة قوي. زي ما قلت، بستعمل بس طوب واسمنت ورب من أول بيت لحد نهايته. ممكن سؤال؟ ألو؟ إيه، ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. نحن وقت أخذنا في الجامعة عن المباني التقليدية كنا نعمل كل مثلا 120 سنتي نعمل فاصل خشبي، يعني نعمل طوبات الطين، بس طين مو قرميد مثل حضرتك. هون في فاصل خشبي؟ لا لا خالص، فيش البيت زي ما وريتك، الهيكل الانشائي ما فيهوش فيه لا خشب ولا حديد ولا اي حاجه، مجرد طوب في طوب، راس طوب بالطبع. طبعا بطريقه معينه زي ما واضحه في الصوره كده، راس طوب بس. في طبعا انواع كتيره لصف الطوب، يعني في حاجه اسمها الرباط الانجليزي والرباط الفلامنكي، في انواع كتيره يعني، فبالتالي هو ده بيربط كله مع بعض، كله ده بيتربط مع بعض غير الخرسانه خالص. الخرسانه انا لو انا ممكن كسرت عمود او اتنين ممكن البيت ينهار، دوت لا نهائي يعني. طب وين فينا نتعلم هون الحسابات الانشائيه للعماره هي؟ قلت لها ما بتتعلم بالجامعات، وين فينا نتعلمه؟ ما هي ما للاسف ما حدش بيعلمها في جامعاتنا خالص خالص للاسف يعني، فلازم حد هو
يدور بنفسه يعني، للأسف يعني. في سؤال يا باشمهندس، هل هناك يعني هل شهدت هذا التوجه الشعبية في تلك المنطقة؟ يعني هل تم تكرار التجربة في مكاتب أخرى؟ لا، لان يعني انا الوحيد اللي كنت بصمم وانفذ النوعيه دي من البيوت في المنطقه الشرقيه كلها من سنه 93 لحد 2007. انا الوحيد اللي كنت بصمم وبنفذ. لان هو للاسف زي ما احنا قلنا، هي ما حدش بيدرس النوعيه دي في الجامعات، فما حدش يقدر يدخل فيها الا اذا كان فاهم، لان طبعا مسؤوليه كبيره، مسؤولية كبيرة، الناس هتعيش جوه يعني، فما ينفعش ان انا اغامر بحاجة زي كده يعني. تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس. هو الأسئلة كده خلصت. في سؤال أخير يا باشمهندس معلش، في هل ممكن حضرتك تعمل كورس عن ال عن 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 هذا النوع يعني؟ ممكن، مفيش مانع يعني، بالتعاون معاكم او كده باي طريقه ممكن نعمل كورسات، مفيش مشكله. هو واضح إن في يعني إقبال كبير جدا على الموضوع ده يا باشمهندس بصراحة يعني. لا واحنا لا طبعا شرفنا يا باشمهندس يعني التعاون مع حضرتك بأيا كان يعني أيا كان نوعه يعني. ان شاء الله. انا بقول لك انا حاضرين معاك يعني اي حاجه، ونقدر نرتبها مع بعض وان شاء الله نعملها يعني، لأن الموضوع كبير قوي وفيه تفاصيل كتيرة قوي، فلازم يتاخد جزء جزء. حتى التصميم، الرسومات بتاعة التصميم المعماري ليها طريقة معينة، مش زي الطريقة العادية. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس وجزاكم الله الله يبارك خير. فيك، الله يبارك فيك، يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الو، ايوه باشمهندس حضرتك. دلوقتي لو انا انت احنا سجلنا، المحاضرة مسجلة. طب لو تبعت لي بس لو تكرمت الرابط يعني. تمام، مفيش مشكلة. حاضر يا باشمهندس، مفيش مشكلة ماشي، خالص. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.